السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان بخير في أمان الله. اللهم لك الحمد، سالينا الصيادة باش الله يمشيو الحانوتنا نخدمو شي شوية. اليوم الحصيلة اللهم لك الحمد كانت لا بأس بها. هانتوما نصيفيات، نصيفي نصيفي واحد 4 ديال الحبات نصيفي، وواحد الملكة ما شاء الله، ملكة ما شاء الله مطبزة تبارك الله. عبروها الدراري في البحر، كاين واحد الدراري كيهبط الميزان فيها 300 غرام، ضربت عليا حتى هي بالكتومه. كما تنقول لكم الخوت، الحوت راه ما كيخايلش، كما القاعده الخمسين البحر كان داخل خارج شويه، ترقيعات الخمسين السناره ديال الحداش. الانسان اللي بغى يصيد الحوت ولا غادي يصيد على حوته مزيانه، كان نصح بالانسان ديما يدير ترقيعه مزيانه، يدير الحوت، وراه الحوت راه ما كيخايلش. راه كاين بعض الاخوان اللي كيتسحب ليه واش الحوت. انا ما كنحترم راي ديال كل رئيس بان الترقيعه صحيحه، كدي الحوتة صحيحة، حتى اللي كتقوس عليها كتكون مطمئن 100% على الأقل إلا طارت منها أو شي حاجة. ما بالنسبة للصح باش تتقطع عليك، تتكون عندك بعدا واحد الاحتمال ديال 80% 90% ديالك. تحياتي للإخوان.